أعلنت شركة جوجل في مؤتمرها السنوي العام عن آخر إنجازاتها، وهي نظارة مزودة بجهاز كمبيوتر يتصل بشبكة الإنترنت. هذه النظارة ستكون قادرة على التقاط محادثات الأفراد، كما تلتقط كثيرا من المعلومات والصور التي يراها مستخدم النظارة. هذا الإنجاز الجديد أثار حفيظة عدد من نواب الكونغرس الذين كتبوا عريضة إلى شركة جوجل تتعلق بالمحافظة على خصوصية الأفراد. أحد الخبراء يكتب كتابا عن الإتيكيت قال: الحقيقة هي إذا كنت تجلس مع أصدقائك وعلى مائدة طعام مع أفراد عائلتك، فإنك تجد هذه النظارات تراقبك وتسجل كل شيء دون موافقتك، وهذا أمر يتعلق بالخصوصية ويثير كثيرا من المسائل الأخلاقية. موقع ماشبل الإخباري أطلق فيديو فكاهيا يظهر كيف أن أحد الأشخاص استطاع أن يفسد بنظارته لعبة من خلال إجابته على جميع الأسئلة المطلوبة. كثير من الشركات منعت استخدام نظارات جوجل في داخل مبانيها بسبب قدرة هذه النظارات على التقاط كثير من الأسرار. كذلك منعت بعض المطاعم ارتداء هذه النظارات حفاظا على خصوصية زبنائها. كما منعت بعض صالات السينما ارتداء هذه النظارات حتى لا يتم تسجيل الأفلام وبيع نسخ منها بطرق غير قانونية. عندما تدخل في مكان لا تحمل فيه كاميرا عادية أو سينمائية، فيجب ألا تضع نظارة جوجل على عينيك، لأن الناس سيتساءلون ماذا تفعل بها. جوجل من جهتها قالت إنها ستجعل هذه النظارات متوفرة لدى مطوري البرمجيات هذا العام، وستكون النظارات متوفرة للجميع في العام المقبل. Thank you.